نلتقي مع الدرس رقم 22 من دروس موطأ الإمام مالك، ومع جامع الوضوء. جامع الوضوء هكذا وعدناكم، نبدا الدرس القادم نبدا جامع الوضوء. نبدا الحديث رقم 56. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. ما معنى الاستطابة؟ الاستطابة، طيب ممكن منكم يجتهدوا، تفضلوا ويفهم مع الاستطابة شو يفهم المعنى بولي. تفضلوا تفضلوا. وقيل المعنى اللغوي أتصرضي منك الزديق، صح؟ هو طلب الطيب، صح؟ طلب الطيب صحيح، ولكن معنى الاصطلاح ويزمر اللي اجتهد ولو خطأ، معليش تجي حلقة تمشطوط خلق علمية بين المغرب والعشاء السويل كان نحفظ. تفضل أخويا. استعمال الطيب ريحة، يمثل قال استعمال الطيب يعني تصمد الريحة. يا أخي زرم ثم شو سن بصاص بيجي نجمعكم الصحابة إن يسحب بباء إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، طيب معني الإلهام الريحة الإلهام، صح؟ هذه من ثلاث كل صحابي شو دينا أبري خذ من نفس الميزان. المدينة وجعلت قرة عيني في الصلاة، يفضل ذا الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة ثم تطيع حرزن في ثيوبة يحرزن هنا. من بعد يناد وجعلت قرة عيني في الصلاة، صافي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طيب معناه أول دميض سيدت من ناحية اللغة صحيح، ولكن من حيث الاصطلاح ما معنى الاستطابة؟ معناها الاستنجاء أو الاستجمار. جماعة الخير نكون ثرق لغنسعيش للزمان الحمد لله، وتصل أحاديث أمية السلام أقلام بض الحديث 56. أد نشرح ديوان من أعظم دواوين الإسلام بعد القرآن أنا عامل اسمه موطأ الإمام مالك. شرحنا 55 حديثا، مسائل لغوية، مسائل فقهية، مسائل اجتماعية، مسائل أدبية أخلاقية تربوية إلى آخره. ثوران بضد ريوس تمسلت اللي هو جامع الوضوء، ويحدث الإمام مالك في الحديث رقم 56 عن الاستطابة. ثورة أمشي استنجين المدن سوى من غلا سوى من هذه روح كرمكم الله، يعني حد يغلوه يستنجي سوى من نسعى من الحمد لله إلى التأويل إما ولا شامن بلا، يعني ثورة ما يلا ولا شكوانان إذا ما تحضر تيمو إيه، ولكن كرمكم الله لما يروح يقضي حاجته استجمار سيزرة سيخدم سيزرة إلى عهد قريب رسا وقال يزغني شذرين وقال يزغني كذورة سيزرة سيزرة غير زيز ديني منسن صافي زيز ديني دنان تيدت الزيز دين إيمان منسن سيزرة لقاس الاستجمار نقرس الاستطابة إزالة النجاسة وتحقيق الطهارة سوى شو سوى زرو سوى كال ذا سوى كال وهكذا. صحيح ثوردي باش نزر بلي الإسلام النقد دين اليسر، المهم في ندم أذي الزيزدي إيمانيس وكلا قيدا ينتظرنا من أحد هذا الغرس إن شاء الله ما إلا كرمكم الله قجون الكلب يساد يرى إيميس قضاف الصين أتلقى رضاف حتى رضاف الصين خاطئ سويكال سويكال سبع مرات صفي إلا مادة مطهرة داخل بوكال سبحان ربي خلق سويكال إلا دمي صاصم كلكم لآدم وآدم من طراب يا خكا أنعيش ذكاكال أنزرع زريعة ذكاكال
صافي كالني الشاير نكوي ذا غير شو وكال ذا من الموت غير نساكال صافي تو درتنا كل وكال اكال مما تظلي تظل ذي برا وجعلت قرة عين وجعلت لي المسجد اسم الارض الارض مسجدا وطهورا فقي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يفكاس ربي لا فافور الهبه يجي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا المعنى الزر ديال الجامع نغزر ديال الخلا حمايه القضاء الزمور تخدم حتى الفلاح يطفيك الحال يدن الشيخ الزال يبض الوقت الزال الزال لكواكال ماشي لما ذي الجامع فقي هيبه كيفك ربي في صلى الله عليه وسلم يناد مسجدا وطهورا صافي تزدي ونهضر في تيمم تيمم ثلاث نهضر ورس معناتها بنادم يجوز هذه زيز ديمانيس الاستنجاء الاستطابة إما سوكال إما سوزرو سيزرا هذا هو وذي السنة ثلاثة ثلاثة يزرا يكفي من زيز ديما يذكر يذكر في ثلاثة سبا ولكن ما لا يولي فامين سوز ديارا ديرنو ثلاثة خمسة سبعين ويزمر ألما ازدي ولا حياء في العلم ماشي قرن بدل لا حياء في الدين لا النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق القرآن الحياء ويند في حديث آخر الحياء خير كله في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير صافي الحياء لها لها ونتصحين ولكن دي ثمسني خاطئ ثمسني كل حاجة في ندمة ديني أكنيت الله صافي ذاك حديث 56 الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن استطاب الناس ونفرمان ونفرم خير نزيز ديمان أشو سنيننا فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ثلاثة يزرع ثلاثة يزرع أزيز ديماني صافي يجوز يزرع يجوز سوكال يجوز سرمل يجوز يعني كل يابس يعني كل جامد طاهر غير مؤذي شوف العلماء ان غير مؤذي ماشي داير لك جرح ما كيضر غير مؤذي صافي في قلقيك جوزت ذي الشرع المهم بلاد ما يزيز لي ايمانيس الناس اولا يجد احدكم ثلاثه احجار طيب اذا تولد اللغه تزدي تزدي تحصل تتحقق بالماء وتتحقق بالبابي جينيك النيان ثورة تديفلوبي الدعوة ثورة ثورة سلتو ذي بعض الأماكن عند بانكو ينسلم الحمد لله أتصفض من لان عندك شمد مدية السنجل الوامع أكا ما روح الوامع إلا وفيذون تجور إلا لارد سكور ذي لزوتي الجنسل من للوامع لزوتي الوياض ولاش ولاش وقالي فنزران ولاش غير وي بابي مشواري ذي عزيز ديال الإيماني سبحان الله باش نزلقني غسر كل خناك الساعة على التكنولوجيا الساعة الميدي ديال الموراكي ولاش الله الله ينوب تفض اوتيل 5 اطوال في الساعة ولاش مفهوم اشتاقي حصل ولا اللي جربوا على بالهم صافي سل بابي يجوز سل بابي يجوز الكاغضة يخدمنا كثورة نورمال بالعكس واقي أفضل اي غار اختر حنين وكذا الى اخره وكيس ضري على وكذا كيس مليح الى اخره مفهوم الحياه تطورت مما الامور كنا تتحسن والتحسن مطلوب في الجوامع لان من امن يحمل بالشتوى وقال مين بخدم اللي روبينيني تخمر كان كيكذب كمان باش هذا يخدم ايكونومي فمان اين الهان أود كان ينسل من هذا اجتهد وين ينفع أتخر كان يهدو خطأ لو أن ينسل من ذا هدو السكران الإسلامي الغشي يرتضي على قد نكس إلى قد نفكو ذني الهام السيفيزم الحضارة الفهمة الحداقة ثلاث بظل خدم الدروبيني ما شاء الله أسخد مضاكي يهدف كاما ميدك صفوسي كتحبس ثقي غاية ثلاثة يضي أتسكرك هذا الحون شحال لي سكوند ابرس خلص مثل في السيجارو ثاني ما الا ربي تخمضك استزل التبذير
وما الفيصاصي من كيما تاخذ اللوطو ميم ديال البحر الا قات تيكونوميزي هذا ديال البحر ديال البحر مثلا كون توالي غرنا غادي توالي هذه الطفل يسير طوموبيليس تراكتوريس كاميونيس ربي لا تلحو تبذير 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 لا يجوز وعلى بالك ربي مي قال ولا تبذر تبذيره ماشي كان ذي القوت ما كذري من ميم ديال جد وامان واذا ما نيض الصح يا جماعه الخير اتى يوث القيره شت العجبه ديالها سبدنا انا عنيه امان سرقه المياه الجوفيه أنا حرب حروب اثنتايا سوى ما يصر ربي سوى ما يصر ربي سبا ذما وربي وجعلنا من الماء كل شيء حي صافي وين كنا نتعلم العباده الوضوء نتعلم ايضا كيف نقتصد وزي كم كيستغل الوضوء هذه هي مال الخلا ولاش التوالي شوالي قام ثورة الخلا هذه هي التصب ومان مثل تفضيل البشر يغل الوضوء هذه يغل الوضوء سو فيذون سيدي فيذون ما ظل دوش وزري غير شحال لا سيتيرن كوم هكا راه ماشي يرنا ذا بارك الله فيك ساعه لاسان سوايع وما يرنا يسعى الوسواس لا اله الا الله محمد رسول الله راني قيم فينا 4 سوايع باش هادي غلوضو زين تزران سقسيتو قال لي هذيك انا سوالي الوسواس هذه قيم 3 4 سوايع باش هادي دوشنا باش هادي غلوضو اذا في كياكو اسما سند الحديث ديوسان الحديث رقم 56 اولا يجد احدكم ثلاثه احجار اسمع ديري ثوري ون سبحي كوني نحوج الحديث ما كاين كوني ثوري سيفيليزي هذا خويا اول ثاني السنن النبي صلى الله عليه وسلم حوايج تسني السين وانظر امكن فيوش في صلى الله عليه وسلم الى ديغا كتبوره او كان نظن عبد ربي هذه المديوسة تيمم وتسلم من بعد الحديث في هذا الباب ان شاء الله تعالى الحديث رقم 57 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة في زمدي ونمشي كذا غدا كنا نهضر في الوضوء نسير واحد المقبرة في هذا الصميرة صبر كان شوية قضايا عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة العلماء شو درنا أن عند يزمر بنادم تيخدم شغل لكن يثور تروح تروح مذوحة يستاهل الزيارة أنا نظر كان وقال لقيت عايشين مين من الميتين استحق الزيارة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لأن كلام الدن إذا قاد يروح المزاد الزكوان باش يسدي غير العقل دي مثل لا الآخر إلا الموت إلا مولاش ساقي خدم غد الدرس في الشرفاوي غفلي الدات في الديون ديون وكذا قلت شي يرطلني ذري منو تسالنا راه ياك واش ودينا شراف مسالتي الور شحال تلو في ديوسان اكثر من 70 استقبال براسك سي طور المي قرب المغرب وكل غاشي غاشي المدة وين ديك الشيء اللي كان ساكي فيكتيم ما هضرتش في زيك مشي قلا ولا مشي نغال زيك الغشار طل نسوال هكا بلا النوتير بلا الكاغض بلا جدارمين بلا القاضي ما شاء الله صدقوال رقد صطف سقوال ما شاء الله القرض الحسن بلا لو دانتيري بلا الزياده سقر ذاك قرض 100 مليون ولكن 10% دانتيري يكتم سجن هوري سنتيد للمواطنين اصر 100 مليون 20 مليون 1980 ثوراك تدير 10 مليون سي ما مشى كاين فكرة 10 مليون 1980 راه كاين الشرعي ناد ولا قرا زياده 110 مليون دي 1980 ليكيفالون ساكي بالك شحال لا مليار ما غاشو نغزي 700 مليون 600 مليون ونزر راه شحال الا قال مقلي سبيسياليست في سبيه خبيره مي الا قال القدره نبذل منين انت مماطل تلقي مقاس المماطله المدين المماطل هي ونزر 10 مليون شحال داغ تديها في الوقت مني انا ولي كيفالون ساكي اما فهمت 500 مليون ولا 500 مليون يا كنتي مسرقين سقر شي انت ساقي الور من بعد اسمي بدي استقبالات ماني غادي نحزن حزنا هاوي خاطر في كذا الميساج اللي غاس السا سرو كونسون دو تي نوتير اكين كا اكين يهوي روحوا جوستيس اسوا فون جوستيس هذا هو الجوجمون اكين ما نطبقش يلا هذا ستطبق القانون اللي فوا ديكسيكسيون تطبيق الجبر ولا شاش ما كان والو كل شيء ولا شيء ضاط ولا شفير في سميس حتى وضع الحبس من بعد
اداسي ما كتحيكني يعني في كريد مي باسكو مي مي ساراويس وراش خصنا شو خصنا نسعى الكواغاز نسعى كلش مي لا وين غير روحنا هذا شو راه غير روحنا يمغار نزيك سعينا 60 حزب وحفظنا الاحاديث و... مي لا باس زنزن تامور تزمور يديري من غير السن سوا وال بلا مي با الشهود من بعد سهل هنا سايب نظم مي كموت هي ولا غير تقيت مقبر اشيني بابا يموت وين سي تسالس نقلة غدا ولا لي جون سي قرن لا يجوز بدعة لي جون لكن تورا لي دوبل في اي والسين الشريعة والسين تقبيلي تفهم تاكل ها هركاز ينطق داك يقرا وين تسالس لي بابا قلا غدا سين كارونتي تاكي لاسيورونس وسير ركزة نعم عليك نور الله يفكرك بشهادة لا ذاك اللي تحملت ما سنتقال إيه بالك الشيء اللي تسلس داس 50 مليون ولاش الكاغض ولاش الصحة ضمك تروح سرويس السين الله تسلس غير فافات ولكن كان السينار ولكن فافات السنة ثانية تسوفري خطر في صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه سلك فافات ثلاثة ثانية تسوفري خلص الدين السلاس في صلى الله عليه وسلم سقسفيون يموت ما يسعى الدين الناس يتوالاس يسعى للدات إن يصلوا على صاحبكم ويزال عرف الله إيه صافي وراي رايحة ولكن ثق ذيلي ثنين زيك ثقورات فكان سيوم السر العجب الله يبارك كنا قلق دار تفغل السمحة السمحاس إذا قولي كنا سكان بو السمحة غاس وخلاص تفغل تسوض الحقيقة راح طول وش قانا رمي باويد الشهود نغاويد الكاغضنا فرص الكاغض سي ضاها وقالت كي القضاء سي بابا وقيلا وما نفتح دار ان دوسي لي سكروكري وقيلا واحد ادخل من لاشين وكين تنسى 40 و 50 و سيف كاس طوموبيل و اين تقرا كي لا اين تصدر صافي لي فالور انو غالي الما تصح سي بو سان حوايج صرف كاي فظل لي ثاكي و ساكي شوي سحزن أطاسي ديوسان إنك يرنا تظلم إنك غاسو يدفك هذا رجلي زيك إنك توكل الآخر أنا كنت أقول لك ما كنت توكل الخناك ما يظل أي ولا مثل جامي ثورة فظليت زيرو ولو ولو وجاسي ما شد ميخ أسمي في الله ظليت تنهى عن الفحشاء والمنكر وي ربي ند إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثورة نورمال اون بليس يو لو خصني نغس الى سادياس يو غادياس ميم الكارد يلا باش الكارد ماشي غير النوتير هكا اثناء لابوراتوار نزر ما داكشي كسينين خاطي خاطر تو كتب سفوس ماشي ستاكتيلو ماشي سلورديناتور انا المضي ادناه اشهاد استعرف بلي فاني 350 مليون يستني يستني اللي دو وين يرضن وين يرضن يو غادياس ولكن يرضن يو كي شنو نخدم خصك شنو خاصك نكون ساعه بوفوار وساعه والو ما يساد الزرير اش راه خدم غادي يكون يساد لون جوستيس يا راه تخسر لافير سور خاطر القانون كاين لقات واحد النوتير لا لوا تفرض لا لوا ديال الامور هي ايش راه خاص اي غير زيك سوا وال الغاشي زنوزو ناس خيرايا لي خمام ميديو دو خفيفا ارطلني دريمان القرض الحسن ما يغد واسني ويخلص راه كاين السمحيه لو يسمانا خاطر ربي ديال القران الآية 280 سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة عند حفص وعند ورش فناظرة إلى ميسرة المعنى يس ما يسد ولكن مثل سلاصل أخيني بضد من ملك خلصة ولكن سمحي أرنو يقول أرنو يسمنا أرنو يست سعر رجل لبيع صلى الله عليه وسلم رأيت يوم ليلة أسري بي أسمي روح في رحلة الإسراء إنه مكتوبا على باب الجنة على باب الجنة مكتوبا أشو يسمي كثمن في ثبوت الجنة الصدقة بعشر أمثالها وين الصدقة أتصفض عشرة أعويني مظهر طال 18 18 إيه ما ديني ضا مي سي با سي با لوجيك يوني في كاثن يون ظهر طال أدفت عن إكزامبل ما إلا نظرت الصدقة وين هذا الفقير إيه ولي سعرة
أكي نفكيد وشي قرار ظليت ما فكذا 17 أمثالها للجنة في مغار الطال أدفكرا نكزمب جماسنا مثلا يسع الشركة نغلوزين يستخدم 100 يخدم 100 يخدم 19 ورصة ستوثرة أكن من لذلك ورصة نخدم ذي خدامة أسلم سكين ثغيس ديون كريز كاو أدي قار أرض الفيد ما شيف كثيد يمكن يجبد أرض الفيد أقل يحصل ملان تدخلان تلوفا بلك ردرسمون بلك كذا بلك سمح لي أصحاب ليزيمبو ملين تدفلس مسكين كاو باش تروزو يالا واقي ولا قرر يرز أرض لس يحوج 500 مليون ظهر الطال يوم القيامة 500 مليون فوا 18 صافي قد يصوفياك لي فاميني ياك يصوفياك لي فامي فهمها بكبري هذا هو المعنى معناتها شرعنا غير تربي غادي تسك ميم التجارة اللي كالكولني يفكي خاصك انت داك لي سي بور سا الغاشي اللي رطل نزيك مي ثورا نو ثورا ما يسع 50 مليار ديال البنكة اسي نضرب لي داك اللي قلق الميدة اكلا ماشي هكا اقلق الميدة أقلق الميت الدنيا ولد قايل سلمعنا يولي واس ضمر كانت يستخدم مليح وجد من هجنة باوية يروح غرسينو زوالي مليح يروح سمر كانتي ينيس أرض ليد 10 مليون ينيس ميفكا القثب براوي سمي زرغ مركانتي نغا سوالاقي ثكرت نغا سمي كنا ربنا غي مغارن وتسكر الأول التنصير أول أجي لقوت براوي وجيتي خدام خدام سامب لكن أكدفت لقوت براوي مش ضمر كانتي يفكيك يا ربي وتسخر الأول تكر ضب والث وعر طنسيون زيك العلماء ضرد لصوص بوال ولصوص العقول الشيخ البشر إبراهيم يخدم محاضرة كاملة بعد الاستقلال 5 اسمه لصوص العقول وقال يتسخر اللغم نيفو عالي اش تذكر ذا كان قدري ما تذكر ذا العقول مكرنا العقول التروي ولذلك الآن نعيش نوعا من شيئا من هذا نوع من اللصوصية في العقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة الحاثين دي زور الميثين سنفك دعوة الخير اسمي بلاشو سنينا السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن أي غردنا دار خطر دين زدق كل يوم ساعة خامس إخامن نلميثين دي زيوان لذلك ما سلمين الشيخ أكون قرن أكون يهضو ربي إلى قد حذرم الميثين وعف استلف اللسم وثولا من كويثين كل من طلميث عفس كان عفس ميولا قارا خطر الميث الخميس ذوينا يخنا هضر لي درواد اللهم بارمي لي دروا الميثين ذوا لا يجوز نبشوه نبش القبور ولا يجوز إلى آخر صافي لقات نحتارم إن زداغ يزخوان ذو الميثين ذا شو ذا خام القرار وينا كي قرن زيت قبايليت خام اجين دونيت ذا خام لي باساجي ذا خام العزيف ولكن اخام انتي ذات خام القرار وينا سي بور سي اسمي اسم في اخام السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يعني اقلاغ فرون يعني ام زوارو زوارا قالوا يذبع اكن من لا ذريدي عمرا من بعد شو سنيننا سبحان الله إنت وددت أني قد رأيت إخواننا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يسيرم إن يسيرم لو كذولي أثمثنيو إخواننا الصحابة لن يدس زيغان سيد خميم فلانا نكوني وقد قد ظلنا 2016 يا كان مثل يردونيس خطري وعار يهضرت فلسن دي الأحاديث وياض يوم الحديث اسميس الغرباء فطوبى الغرباء بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء ولطفن دي الدينيس
ذي الحديث وايض إن كامل الطفل ذي الجمر يسرق جني فعلا وين الطفل ديس خطر ماشي تظليث هو تظليث تشور الجوامع أنا خطي خطي نتشاثي غير تم قران سوفري داي وكينا دايث مثلا الموطا الامام مالك هو حد هو كتاب فقه وكتاب حديث كتاب حديث وفقه وادب لذلك نفتح هذه الاقواس لهذا البيان وددت اني قد رايت اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم السيرين اذي زر اثمثنس اكسنين الصحابه فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك إن كني ماشي ثمثنيك الساعة الحق تستقسين ذا شو سنين النبي صلى الله عليه وسلم إن يس قال بل أنتم أصحابي نيس كنوي الصحابة ذا كي شو المعنى يس ماشي المعنى يس نفي الأخوة لا معناه أيها الصحابة معاشر الصحابة أنتم عندكم مقام أرقى من مقام الأخوة أخوة وصحبة هذا الكلام لا ينفي الأخوة ولكن يضاف إلى الأخوة الصحبة والصحبة حظي بها الصحابة فقط رضي الله عنهم أجمعين خطر الصحابة يندهن ولزم هذا صحبي محال جامي خطر الصحابة قد يعشنيس ند ما هو تعريف الصحابي وهذا عرفا تعريف الصحابي هو من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أرنوث ذي كان كريم سليم يعش يذس كمل يوم يس بارك الله فيك بارك الله فيك تقالي هذا يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغرثيد ماشي ذي المنامة مغرثيد ذكا خطأ ذي المنامة مغرثيد سوالين من لقي من اللقاء معناه لقاء الأبدان ماشي لقاء الأرواح من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال شرط مزوره شرط السين وآمن به إلى قضية من خطر أبو جهل يبان لك النبي صلى الله عليه وسلم نسى أبو لهبك يمشوا من ياكم بلنس وامن به زيد و مات على ذلك هذه مزين سلم ما لا جاء الاسلام يغلي يروح الصفان الصحابي زيد ولكن علماء الاصول رديوا الشرط انك المدعى انك شغل انجماء من ليذس مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا شوف الدقة العلماء خاطر فيهم ديون أدين سيغان كوليغ كوليغ دو ترافاي سيغ أندكل صاحب أندكلني من الفضنة الشركيكون الفضنة صار مش صار باش تسرك فضل الكارسي غير ذراع من الخداد دين تسرك فضل كذيون دين ذنب دا كل يون تسرك فضل الكار كيف صح ماشي صح خطر كل اول تقول كانيس لذلك الصحابة اكن ملان نكون اهل السنة والجماعة في كل مرة ننبه كل الصحابة رضي الله عنهم أم أبو هريرة أم أبو بكر الصديق أم الخطاب معاوية بن أبي سفيان زيد بن ثابت طلحة بن الزبير ياكن ملك كل الصحابة ياكن ملان سونس اكسبسيون رضي الله عنهم أجمعين والصحابة كلهم عدول وقد بينا هذا الأمر مرارا ولا نمل من تكراره يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي صافي الصحبة مرتبة زائدة الناس شغل ذا ثمثني وذا خوني الصحابة وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وقال ما زال دوسي وذي الحديث وايض إن يسوا قذ يوم يسوي ولا نرى نكون ثورا نوم يسوي ثن ولا نرى نوم يسوي يعني إيمان أذي قبل ربي خلاص
وان شاء الله تنميلي ديال الجنه ماشي الدوليس. صافي نسيت حزيف لنا ممكن كان صرا جسمي ذس عزيزا لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. واخوان الذين لم ياتوا بعد يعني ثمثني ودو سين مازال دبيضان سنين درزدات هذا سن بعد وفاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلهم اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف اخر افكاث النبي صلى الله عليه وسلم الى المسلمين اكمل لنا. ولكن المسلمين يثمثن لان دو كاتيغوري سين صناف لا المسلمين تيس فرحا لا المسلمين حزنت. كنت فكر الدليل من القران ورد سمكتين سوره النساء اسمي سين النبي صلى الله عليه وسلم ايون صحبي اللي هو عبد الله بن مسعود إن ياس غريض القران غسل إن ياس الصحابي عبد الله بن مسعود إن ياس اقرا عليك وعليك انزل ام كتغرغ فليك القران تدغرغ زداتي كيشيني فليك ينزل القران اي هو حرج كما يقول العلماء هو حرج مشروع اي ديون لو كان كاين الرسول غريض القران سيدي تغرز زاتيك زميغار إنيس النبي صلى الله عليه وسلم يكسس الحرج إنيس أحب أن أسمعه من غيري فيغس الغروايض ذي الفغيس الغيف ذا عبد الله المسعود غدا سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا المي بض اللاية 41 اذغين يسحبس ان يسحسبك يسينا معنى يسحبس. من بعد عبد الله بن مسعود انك توالي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غذميس تزلني من الطاون يترو ذا شو ديسرون النبي صلى الله عليه وسلم يوث اللاية يديوسان رقم 41 دي سورة النساء عند الدين رب سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا رب استر يعني يوم القيامة أكن من الله مرنا عدي غزر في صلى الله عليه وسلم يونسيني أعطيك الصحة صفر حضي ويغسيني فكض أذم غزدي نسلم هذه ترون النبي صلى الله عليه وسلم خاطر داين سي بون ونسى راه اوكين شونس باش يدير غادر الدونيس سي بور سي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم يترون يم الطاون يم يفرح سو قال يعني سي 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 شرف وقال يعني يشرفني ما سن الحقيقه وقال سي فرحان الى اخره يترون يم الطاون للفرح اما كن يترون يم الطاون للحزن ينسل من الغافلين ينسل من ديفكان يروذن في الاسلام خاطر الطاون ثاسة ما كان قارني قبيلي ما فرع ذا سوث لقيت قبيلي سنسي مغارم أكد الحاضرين الله يبارك شو المعنى اسم فرع ذا سوث ما فرع التكنا وتدف كل هوا إن شاء الله تصرع ذا والسنة قلت صفر حرب إن شاء الله يا رب غادي صفر حرب أكثر وفي السماء رزقكم وما توعدون ما فرع ثاسة ذا غدف كل هوا ليش ذي مطاون قل كانت قبيلي تمشي تقوى تجهد مليح يقول القبائل مزورة يسيت مسلاين الميزان النبي صلى الله عليه وسلم فرع الثساس لغا ثوث في كديم الطاون الناس حسبوك حبس يتسروا ذي الايه يدي سرون هذا ثاند نغال واخوان داير في نهايه الحديث فسحقا فسحقا وهي قرغره اي لا ذي الحديث هي فسحقا فسحقا عن اهل الرده وعن وهي قرغره قال لهم سيدي قرغره خطر ان شاء الله وقال لي فرح ان شاء الله واخواننا الذين لم ياتوا بعد اشو سي النبي صلى الله عليه وسلم وانا فرطهم على الحوض يعني ناسك اخواننا ينسل من الديس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اثني الزوير الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يعطينا ان شاء الله شربه ماء يرزقنا ان شاء الله بشربه ماء لا نظمأ بعدها ابدا احنا جماعة الخير وين يسوي ثقيث كان ثقيث سي الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ودسنت الاحاديث هذه نشرحها في المسالك بالتفصيل جامع تطفاذ لا يظمأ بعدها ابدا
لا يظمأ. وطبعا الظمأ ليوم القيامة ليس بالأمر الهين، دين الزين طص دين وعر نطص. أم بعد فقالوا يا رسول الله، بعض الصحابة فغنا ذي السنة أشو ثنت لي سيمبتوم أشو ثنت أمشي لأنك إخوانك يقد يسن بعد، فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك خطر طص الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية التي أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني يسمح أن تعقل الشيني عطاس ملايير من الناس، ألا نوجد الكفار المشركين المرتدين لن ينسل من ينسل من أصناف كل شيء لا يوم القيامة. إن الناس السعادة أبيض أن تعقل تعقل هو كذا يا أخوانك. أشو سينينا أرأيت لو كان لرجل خيل ونسعى للخيل يعني يسعى يعود ذيوان غر محجلة، ما معنى الغرة؟ الغرة معنى البياض، حاجة تشبه أنت السيلي في جبهة الفرس زرما أوذيو يسعان ذاقي اسمس الإماراني تشبه أنت قنيري الجبهة فانا إنه سوقي يسنيثن ذي الخيل ينس يسنيثن أكيلا غرة محجلة. وكلمة الغرة يجي معناها تطلق على الشيء شديد البياض أو الشيء المشهور. ذلك قلت لكم في المسألتين العمريتين الغراوين سميتا بالمسألتين الغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغر، مشهورتان. وطبعا الوقت لا يسمح باش نعطيكم مسألة في علم الميراث، وسميتا بالغراوين ولكن باختصار وين الأم يجتمع الميراث بين الأم والأب وأحد الزوجين. في المسألة الأولى الأم ترث ثلث الباقي وهو السدس، المسألة الثانية ترث ثلث الباقي وهو الربع. يكلي ماتيماتيكي الحفص انتاكو أمشي أنتير أنكار أنتير أنسيزيان بوان دانتروغاسيون ميفسد عمر الخطاب. أنا عميه وسميتا بالمسألتين العمريتين بالمسألتين الغراوين، حيث ترث الأم في مسألة أولى السدس الثلث ثلث الباقي وهو السدس، في المسألة الثانية ثلث الباقي وهو الربع. نفكر كان فقط إشارة ما توفيض ذي الكتاب المسألة تنقي فهمت كذلك سميت بالغراوين لشهرتهما. إذن فالغرة تطلق على الشيء المشهور على أي شيء مشهور. نبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، التحجيل إنس في خيل دهمين بهمين يعني تصور الخيل إني الدهمة جين معنى مقصود به السواد، الدهمة معنى السواد، بهم أيضا زيادة في السواد. ما دين الليل البهيم غطل مني أمشي سقا ولاش اكتفى والو يعني طلم إن يسأل يعرف خيله وري عقل راه انسان يعاوذوني نس. قالوا بلى يا رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه قرن ثورة باللغه المعاصره وسائل الايضاح، وسائل الايضاح ستادير ما موجوده في القران وفي السنه. ربي في صوت ابراهيم الايه 24 الايه 27 استخدم وسائل الايضاح. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي أعلى بش. ويضرب الله الأمثال للناس لا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إلى آخره. ولبعض صلى الله عليه وسلم إنك المؤمن كالبنيان في رواية المرصوص يشد بعضه بعضا. حديث آخر إنك المؤمن كاليدين أمسني فسم تغسل إحداهما الأخرى خطر ما يمسي نفوس أتير ذقوامان ذي قيم دايما يمس إلى قفو سوايا باش هذا ذي يزدي إلي كنا مسيني فسن ويزيز ذي إلى آخره. فقيت قريب الفكرة إلى الأذهان إناس ألا يعرف خيله هوري عقل رانسان يعوذي ونيس. قالوا بلى يا رسول الله. قال أشو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون يوم القيامة يوكي إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أدسن يوم القيامة غرا محجرين من الوضوء
كل هذا الحديث الطويل باش نوصل الوضوء. أدسن من الوضوء. وكي نقول وضوء معنا من تيمم، قطر تيمم هو تخفيف بدل. الفقهاء حدثونا عن ألوان التخفيفات، تخفيفات الإسقاط، تخفيفات الإبدال، ما لا ينرس على ريفرمان، يسعى لعذر ضموضين وكذا إلى آخره، يسعى كل أسباب الأعذار المبيحة التي تسمح بالتيمم. نعم ربي نات فتيمموا صعيدا طيبا، صح ذو قذي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ناد الصعيد الطيب وضوء المؤمن، الصعيد الطيب تسموا اسم الذكال نغضى زرور الصعيد الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخره، مسجد زال ذي الخلان ذكي وشغل حال الزال أسيد بذا وطهورا الوضوء. إذن الصعيد الطيب وضوء المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم النياس يك إخواني أمشي اليوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا المحجلين، سعونك ذا قيلي مرا يعني العلامة، العلامة التي تميزهم من الوضوء سبب ذا شو ذا الوضوء أي مثل ماشي ذا النظام، ماشي ذا النظام كل شيء سيفك ربي من بعد. ويكمل يسوى أنا فرطهم على الحوض ذا أنا في نفس طالب يسلم ذينا إزوارثا عند حوضه. نهاية الحديث فسحقا فسحقا، وقد وعدتكم ألا أذكر هذا لماذا؟ لأنه هذا الأمر ينغص ويذكرنا بأثامنا وحالنا، نسأل الله أن يغير حالنا لأحسن حال. الحديث رقم 58. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد، جلس على المقاعد. الله كي تسمع مقاعد ماشي معناتها سيدنا عثمان يسع كرسي، كرسي مقين خطير، معنى مصاطب، مصاطب. وقرن سميس طبع الفرد مفرد وذي لكل ثنا عندي تسيلي الشيخ يخي لو طبلو دو طبلو لاستراد والاستراد داكي إزمرة تسيلي السيمان إزمرة تسيلي سوكان إزمرة تسيلي سو صغار لاستراد السعادة. المصاطب داكي المصطلح نظن ذي تعرفت اسميس الدكاكين، دكاكين كويثو المدينة دوكان دو مفرد دوكان، دوكان تحانوت سي فري مين كويث قبيلي ثنا وزري غير ما الا غادي غير بوال نسميهاس اخي يا فوربي الله يبارك ما شاء الله اذكوان اذكوان. ولكن تعرفت وقت قبيلي تمشي الحوت سبحان الله اذكوان يا فوربي اسعان تنكزي اذكوان اذكوان في ذكوانين اذكوان سيد يوسا سيد دكاكين ذي المقاعد المصاطب صف اذكوان قيمه شي كونسي فوتاي ولا لا اذكوان. عثمان بن عفان يقيم اكل الصحابه وبعدين فجاء المؤذن. وقد كان الروايه تقول الموطا الامام مالك رضي الله عنه يتاكد تفاصيل الديتاي تفاصيل باش تزرم باللي الصحابة كانوا يلاحظون كل شيء. ورواة الأحاديث خدام السنة المطهرة كانوا مخلصين، مخلصين جدا لله. قد يخطئون والخطأ بشري ولكن مجتهدون كما قال معاذ بن جبل في الحديث الذي ذكرناه في مقدمة لقاء اليوم، الناس أجتهد رأيي ولا أهله. فجاء المؤذن وقال من المؤذن تورق الفدياس هو المؤذن دي قراكة دي قرار دقيقة يعني. فجاء المؤذن دعني حتى أكمل الحديث. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر مش العشاء العصر. إن ياس أثني يوضر وقت نصلي ولاش الساعة ولاش ولاش بورطابل ولاش سي كيف وضامي. نهضرت في موضوع وقوت الصلاة. أذكركم أول باب يخدم الإمام مالك باب وقوت الصلاة. أي غور دينا على أوقات الصلاة يلا نخدم شغل في التلفزيون يخي نشرح يتيد نعم دايث مثلا الحلقة العلمية نزرب اللي معظم الناس ما يهتموش بها للأسف. ربي يهدينا معظم المسلمين العلم والو ها والو صفر ويوني ساعة أكثر من صفر شطح خطر ماشي الظالث كانت ظالث بلا مزيان غير غنظل بعلم
حلقة العلمية المرض العيشة ونزمات نخدم نزمات في العشرة الصباح الغشي اللي خدام غير ثمديث. العنوان الأول باب الأول للإمام مالك في موطئه وقوت الصلاة. إن دي وقوت دي نرى أوقات خاطر ما دي وقوت معنى جمع كثرة، أوقات معنى جمع قلة. هو يرنا إلى قديني أوقات خطر خمسة الأوقات يقول لنا مش حقيقة خمسة الأوقات خمسة الظلة، ولكن مدينك يقصد أمرين الإمام مالك يحرش. الأمر الأول باللي تظل فيك تقيم مكانها نظر المنموث معناتها ماشي نظر خمسة الظلة نحفظ تتكرر الصلاة. أليس إن ربي ينادي القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأمر الثاني أنه في رحلة المعراج إنيخ خمس في العمل وخمسون في الأجر. اسمي ديوسان بيسا وصل ميسا دي بضر سيدنا موسى بعدين وغلر سيدي ربي وسله التخفيف يكثر ما شاو سنين حكى سيدي شحالي بردان بعدين الأجر صافي أنزل خمسة ولكن الأجر إن شاء الله خمسين صافي. إلى قديني وقوت الصلاة بحكم أن الفقهاء يعرفون أسرار اللغة العربية. السنن تعرفت مليح استخدام انت مسليث يحدد البوال اقلقا لك خلق وقوت الصلاة. إذن سيدنا عثمان رضي الله عنه يساد المؤذن غرس فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ إن يسوي ثدما يغلظه أم بعد ثم قال أشو سيدنا عثمان بن عفان طبعا إسلام النبي صلى الله عليه وسلم إناس والله لا أحدثنكم حديثا أكون دوغيون الحديث لولا أنه في كتاب الله لو كانوا ديوسارا ذي القرآن يعني المعنى يسل ذي القرآن إناس ما حدثتكموه ما حدثتكموه غير دينا ولقى عثمان ظهر مش يقصد باش تسير نرى خطر في كل كون سيال التفضيون ويتزلرا ويتصوزومارا ولوا ولكني يخدم الخير يتعاوني قليلا ورسكي الديفارا ابرشيق ديني اخيني كيني فغا كيم زولا ياكو ولي وزدي تاكل غارا سيد ديف غارا تخصي سوا الزليث اكل رمضان اكل الزكاة اكل الحج وذي عيش 60 سنة اكل ثقيتان ورشت تسعة ثان تظلام ثان معنى يتشيل يتشيل نغشيني ربي وصدف نفي وصدف الجار إنك الجيراني جمع ثنسو ماذا ماشي ذي كاري لو النظام نغ الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين رواه الإمام رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ثقي بشرة ولتدنن يوم القيامة أطول الناس أعناقا وثقي ساعة المعنى المعنى مزوارو المعنى يسمى ديوضة كن في ذيني في ذيني زرما دا داوضة كل يوم داس داوضة على سب ذنوبيس المؤذنين سلكن خطر أقروا يسا دا برميك فهم قرضياخ صافي سلك ورث غرق مرا المؤذنين الساعة من الفرحة السنة مع تولي ما كل خير من الجنة قبل نغاك كون يدي مش طاح ونسولي وزيفيس وماشي دغا تدن مكان دغا نكون علينا بالاذان فظليت نزل خاطر ما من ناس صحور صحور اسقاس كثير دار صحور نمشي تصوزو مار اي غرا كاين ناس كيني يروح يا لاجر رمضان مقر السنه ادي ولا جر السنه خاطر لا ليش يسينا عثمان بن عفان ناس ثم قال سمعت رسول الله صافي سيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضا أم ذان مريا غلوظو فيحسن وضوءه يعني الأركان الفرائض الناس والمندوبات المستحبات كلش ثم يصلي الصلاة بعد هذه الظال إلا غفر له أسياف ربي ما بينه وبين الصلاة الأخرى يعني الصلاة التي أداها بالوضوء والصلاة التي تليها معناش يعفو ربي الذنوب شو الله قوم لا قوم الميمحات وين يخدم الذنوب ير المغرب العيشة هذه الظل العيشة محانت حتى يصليها. قال يحيى في سيد نفذة قال مالك يرى ولي الإمام مالك أراه يريد هذه الآية أراه يريد يعني ذا شو الآية يقصد ذا شو الآية الآية ندينا ربي سبحانه
في سورة هود الآية 114، وأقم الصلاة طرفي النهار نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله يبارك. العبد ما يخدم الحسنات سيسمح ربي وكسيئتني الحسنات سمحت. وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان بن عفان مرفوعا، هذا حديث مرفوع، ما من امرئ مسلم أمذن يسلم تحضره صلاة المكتوبة، أدى الصلاة المكتوبة فقيل سرجون العشاء فيحسن وضوءها، يعني ذي غلظهم ليح وخشوعها إلى آخره، ذي الخشوع خطر الخشوع وروح الصلاة وركوعها إلى آخر، إلا كانت كفارة لما قبلها اسمحوا لي كيني عدان من الذنوب ما لم يؤتي كبير، معنى إلا تجنب إذا اجتنبت الكبائر، معنى ماشي ثم قراني تخدم الريبة أنا وقت مشي ثم قراني خاطئ، وذلك الدهر وذلك الدهر كله، يعني كلمة لم يموت، معنى تربي في كغد هدية عظيمة جدا ذلوظو تصليت أغم حربي ذنوبنا. مثلا أنت كميل شرح الموطا الإمام مالك الساقين بضد والحديث رقم 58، وما زلت كميل إن شاء الله بعد 15 يوم ماشي الجمعة دي تدون.